وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب. يأتي ذلك فيما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ليعاد بذلك إلى مجلس النواب للنظر فيه. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالاطلاع على الرسائل الواردة من مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية وإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. هذا وقد وافق أغلبية أعضاء المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند على يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. ما يخص البطاقات الائتمانية اللي يعني موضوع النقاش صباح اليوم، فاحنا وضحنا انه دور المركز او المصرف البحريني المركزي يتعلق بالاساس في الجهات اللي احنا نرخص لها وبالتالي نحن نراقبها اللي هي المؤسسات المالية. اما فيما يخص العلاقة بين المستهلك والتاجر فهي من اختصاص وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وحسب ما هو واضح واوضح سعادة الوزير وأوضحنا إحنا سابقاً أيضاً في هذا المجال أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة أصدرت قرار يمنع أو يحظر فرض أي رسوم إضافية عند استخدام البطاقات. اليوم طبعا كان في لك وضوح يعني تأكيد من قبل مجلس الشورى بأنه هو يرفض وجود أي نوع من فرض أي رسوم إضافية على مستخدمي البطاقات الائتمانية. اللي طبعا إحنا اليوم عندنا الواقع الموجود هو في قانون المصرف المركزي الذي ينظم العلاقة بين المصرف والمؤسسات المالية التي تصدر البطاقات الائتمانية، وعندي هناك موجود في قانون حماية المستهلك الذي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك. الأخوان طبعا جاءوا بمقترح بمشروع قانون اللي هو يستوجب على المصرف المركزي أن يمارس حق الرقابة على المؤسسات التجارية وليس المالية بحيث يمنع فرض أي نوع من الرسوم الإضافية.